متابعينا في القناة. طبعا النهاردة حاجة جديدة خالص، مصنع مش موجود غير واحد بس منه في مركز صمالوط ويمكن على امتداد المراكز محافظة المنيا، ومصنع تاني في المنيا جديدة. ده مصنع كزب فول صويا، ده يعني الوحيد في مركز صمالوط على الصحراء الغربي، متوفر اي كميات لاي حد عايز يعمل خلطة اللي احنا كنا قلنا عنها في قبل كده، التركيبة بتاع التسمين. لو انت هتحط 500 درة وهتحط 300 ردة وهتحط 150 صويا او 100 صويا و100 بذرة قطن، ده كزب فول صويا. هنحكي مع الباشمهندس ازاي الصويا بتتحول لكزب وبيعزل منها الزيت ازاي، هو هيحكي لنا ان شاء الله. المهندس الروماني معانا هنا وهنحاول نفيدكم ان شاء الله بنسبة البروتين قد ايه، والخلطة ممكن فعلا تمشي بالخلطة زي ما احنا سمعنا من المزارع ولا ممكن يزود عن كده شوية تاني. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. تعرف بحضرتك الاول؟ روماني مع حضرتك. شغال في من امتى في المصنع؟ شغالين من 2010 في المصنع. طب ما شاء الله يعني خبرة كبيرة في موضوع ال، نشكر ربنا الحمد لله. موضوع العلاف والزيوت، تحكي لي المراحل بتبقى ازاي لحد ما نوصل احنا للكزب ده؟ يعني انت الفول الصويا، الفول الصويا بيجي من التجار، بيجي حب او من المزارع. طيب. بيجي حب بنستخدمه، بيخش على المكن، بيخش مرحلة غرابيل الاول، بعد كده بيخش على المكن العصر، بياخد درجة غليان لغاية 120 درجة عشان السموم يكتر السموم. يبقى بتحمص كأنك بتحمص تحميص اهي. بعد كده بخش على المكنة يتعصر، بيطلع زيت وعلف. العلف اللي عندنا الموجود حاليا دلوقتي عندنا 44% و46، ده كزب بروتين اللي هو الصويا العادي، والصويا الهيفات 46. عندنا برضو في الفات بالزيت زي ما هو، نسبة الزيت زي ما هي. يعني انت مرات ممكن تشيل منه الزيت ومرات تخليه بزيت، خليه بزيت على حسب الطلب المطلوب. يعني في مزارع بتيجي تقول لك انا عايزه بزيته فولفات، ده بيبقى فولفات. اسمه فولفات، فولفات ما تنزعش منه الزيت، بيخش على المكن بياخد طبخ بس. ده نسبه بروتين بتوصل في كام فيه؟ 46 و48. 46 و48. انما اللي بننزع منه الزيت بقى 44. طب فرق مش كبير بقى؟ مش كبير، بس انت عشان خاطر التكلفه والبتاع. انا عندي ثلاث انواع كزب صويا عادي، هيفات، فولفات. الهيفات ايه بقى؟ الفولفات انا عرفت ان هو بزيته. بزيته. الهيفات بيبقى متوسط بين الكزب العادي وال، يعني انت بتنزع نص الزيت بس. ايوه، باخد منه نسبة بس. تمام. الكزب العادي بيبقى منازع الزيت كله منه. طب اللي بيجي لك ده التسمين ولا حلاب؟ مزارع التسمين ولا الحلاب اللي بتطلب منه؟ التسمين شغال على خط الهيفات والفولفات. الحلاب شغال على الصويا العادي اللي من غير زيت خالص، اللي من غير زيت عشان نسبة البروتين 46، عشان ما يديش دهون للبهيم. طب بيحط قد ايه مثلا؟ ولا عندكش فكره ممكن هو بيخلط؟ من 100 ل 150 كيلو للطن. للطن. من 100 زي ما احنا سمعنا في المزارع هنا، من 100 ل 150. شغالين بيحطوا 500 ذره و300 رده. تمام. وقال لك من 100 فعلا، 100 ممكن نحط 100 كزب بذر القطن وكزب صويا. من 100 ل 150 على حسب. ده بيديني كله مع بعض دول ممكن يوصلوا ل 17% اللي هو بيحتاجها في التسمين. تمام صح. طب لو اي حد محتاج متوفر متاح، يعني كميات متاحه هي كميات حبه، لكن من فتره كان ارخص من كده، كان لغايه 12 لغايه 11 ونص على حسب السوق. ده بورصه. طب الزيوت اللي هنا اللي هي مهدرشه اللي هي السمنه اللي بتطلع دي، ولا نوع الزيت بيبقى طالع نوع ايه؟ لا ده زيت صويا. زيت صويا بيستخدموه مزارع في اللي هو خام كده اهوت للفراخ، بيضاف منه نسب، واللي بيفضل بيتكرر عاد ويستخدموه زيت صويا اكل. بيتهدرج اللي هو بيتكرر، بيروح مصنع تكرير. بصراحه حاجه حلوه تفرح، يعني ما شاء الله منظر جميل. متشكرين يا باشمهندس روماني، وربنا يوفقك. تحت امرك يا دكتور، تحت امرك. شكرا، تحت امرك. سلام عليكم، شرفتنا.